واعتقد الطاقم بالكامل كابتن بلال النهارده من خلال الحالات هنشوف قد مره كويسه. وانا هنا بس اقول حاجه كابتن ايمن، احنا هنا في شاشه قناه الاهلي كابتن اسامه لما بيكون التحكيم كويس بنطلع نقول التحكيم كويس بصرف النظر عن نتيجه المباراه او بصرف النظر النادي الاهلي خسر او فاز. احنا عندنا حالات تحكيميه وصوره بنحللها في هذه المباراه. نشوف اول حاله تحكيميه كابتن، وانا هنا نشوف هنا هرجع بس الحاله، هرجع كده قبل بس من الحاله ديت يا كابتن ارجع لي بس كده بعد اذنك. هقف 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 حاجه مهمه كابتن بلال، كابتن شريف، كابتن اسامه، كابتن ماهر. لو قلنا سر تفوق الحكم في القرارات خاصه داخل الصندوق هو التمركز كابتن ماهر تاني، صح؟ اللي خلى الحكم ياخد القرار الصحيح هو التمركز الصحيح وقراءه اللعب الصحيحه. لو شفنا في الحاله ديت اولا هو النمره واحد، نشوف محمد معروف هو بيغير اتجاه جسمه ثم تحرك ثم راح في الزاويه الفاضيه وشاف اللعبه واضحه جدا مفيش حد مداري عليه. نروح للحاله التحكيميه ونشرح ايه اللي حصل مع عمر كمال في هذه الحاله. هنشوف هنا لاعب نادي الاتحاد هنا عمر خلاص نجح في لعب الكره، وهنا العرقله واضحه وضوح الشمس كابتن شريف سهله، ولكن زي ما قلت سر تفوق الحكم في التمركز في هذه الحاله. لما نشوف هنا العرقله واضحه ونازله والراجل بيعدي بسرعته وبالتالي ركله جزاء صحيحه من الحكم في هذه الحاله. نشوف الحاله بعد كده الثانيه. انا عندي هنا حالتين بس ناكد بس يا كابتن شريف، ونشوف هنا كهربا في واحده وبعدين نشوف هنا عمر كريم في الثانيه. واحده واحده يا كابتن ماهر. هنروح لكهربا الاول، هل في مخالفه الاول من كهربا وهل الفار حسب على ايه او الحكم حسب على ايه؟ شوف هنا كهربا هنا بتتشاط بتصد بترجع لمين؟ لكهربا. هل في مخالفه لكهربا ولا هل هو حسب لكهربا ولا حسب لكريم فؤاد؟ هرجع الاعاده اللي جايه ديت هتبين. بص يا كابتن هنا ما حدش نجح في لعب الكوره ماشي، نشوف هنا رجله اليمين كابتن ماهر، ايه رايك؟ رجله اليمين كده بعد اذنك. اولا ولا كهربا لعب الكوره ولا لاعب الاتحاد لعب الكوره، هرجع تاني كده معلش. بس لاعب الاتحاد جاب رجل كهربا من ورا كابتن، ما انا رجل ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. بقول هنا في مخالفه من الاول هنا لكهربا، يعني في مخالفه نمره واحد كابتن لكهربا معايا صح؟ ده شوط شايط رجل. هو هنا خد الرجل هنا يا كابتن، مش لكهربا، لا ده هنا مش لكهربا حاجه. على مين يا كابتن؟ هنا مش لكهربا حاجه، هنا ما احتكش بيه. امال عامل ايه؟ المخالفه على 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 اللي لمس رجل كريم فؤاد. لا ماشي ماشي، ما انا جاي يا كابتن واحده واحده بس، انا جايب الحاله ثانيه، انا جايب الحالتين على الاولى بس، انا جايب الحالتين. هي ركله جزاء من الاول. كابتن ايمن بقى واحده واحده، احنا معانا صوره يا جماعه، ما انا مش بقول كلام من عندي. هات لي اللعبه دي ثاني بعد اذنك. هنا بنقول العبره بلعب الكوره، هل لاعب الاتحاد لعب الكوره يا كابتن بلال؟ لا لا لا. طب كويس، ولا كهرباء. رجليه راحت فين يا كابتن ماهر؟ على رجل كهرباء الشمال. رجل كهرباء ثاني كده بعد اذنك. بعيد هنا في، بقول لك بعيد، رجل اليمنى هنا في رجل الشمال هنا بنشوف من تحت واخده رجل كهرباء. طب يا سيدي ماشي، هيجيب لي لعبتين على فكره. رايي انا هنا في مخالفه، هو ما حسبش على دي، حسب على الثانيه. هات لي الثانيه بعد اذنك كده ونشوف بتلعب كريم فؤاد. الثانيه بقى على الدهس على قدم فوت اون فوت دي مفيش فيها هنا بقى. هنا كابتن انا رايي ماشي الاولى مش بنالتي، عارف ليه؟ احترم. انت عارف ليه يا كابتن؟ اتفضل. لو بنالتي كان كهرباء ام صوت بص يا كابتن، بص يا كابتن، انا مش شرط. هقول لك على حاجه يا كابتن، هقول لك على حاجه، انا مش احيانا اللاعب برضه في الكوره دي. اتفضل يا كابتن. كابتن انا مختلف مع بعض، مختلف. احيانا اللاعب بيبقى ليه مخالفه واللاعب احيانا ما بيعترضش يا كابتن ماهر، واحيانا مالوش مخالفه وبيطلع يعترض. مش شرط، خلي بالك، مش شرط ان اللاعب يكون له مخالفه ويطلع يقول يعترض. نيجي للحاله الثانيه ونشوف هنا كريم فؤاد. لا كريم فؤاد بعد ذلك، هات لي ركله جزاء كريم. ايوه نشوف هنا، ونجيب الزاويه برضك عشان خاطر تبقى الناس شايفه ان ركلتين جزاء صحاح جدا جدا، والحكم هنا كان تمركزه برضك في اللعبتين يا كابتن ايمن كابتن ماهر كان تمركز جيد جدا. نشوف البوينت اوف كونتاكت اللي هو فوت اون فوت، نشوف ونركز على لاعب الاتحاد وهو بيدهس قدم. خلاص نيجي بقى الثانيه بس كده، هنا الحكم حسب على دي، انا جايب لي لعبتين والفار يا كابتن بلال اكد على دي. طبعا ما هو دايس على رجله يا كابتن، واضحه، اكد على هذه الحاله وقلت لي هنا ركلتين جزاء لنادي الاهلي من الحكم، سر تفوقه التمركز صحيح. والتوقع صح. والتركيز صح. والقراءه صح، ده كان بيقول حكامنا كلها يا كابتن، ان هو خد القرارات الصحيحه نتيجه التمركز والتركيز.